وهل يجوز عند الضرورة إرضاع الرجل الكبير كما في قصة سالم مولى أبي حذيفة أرضعيه تحرم عليه؟ وكيف الجمع بين هذا وقوله انظرنا من إخوانكم من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة؟ الصواب أنه لا يقع رضاع الكبير، لا يحصل به تحريم، وهذا مما قال أهل العلم، جمهور أهل العلم خاص بسالم وسهل بن سهيل، وكما أتى بهذا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد عائشة. والصواب أن الرضاع الكبير لا يؤثر ولا حكم له، وإنما يؤثر الرضاع في الحولين للحديث انظرنا من إخوانكم فإنما الرضاع من المجاعة، رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. ولحد لا رضاع إلا في الحولين، فإن آخر لا رضاع إلا ما اعتقل الهوى وكان قبل الفطام. والصواب أن الرضاع إنما يحرم إذا كان في الحولين. نعم، محمول على الخصوصية. نعم، هذا هو الأرجح فيها.